السلام عليكم، اخبار الشباب شبابات طيبين ان شاء الله. اليوم مقطع بسيط جدا زي ما انتم شايفين بالعنوان، سالني سؤال اجاوب عليك واللي بعده على طول كذا بهذه السرعه. فقلت بدل ما اني احطها في تويتر ولا اني احطها في اي مكان تسالوني اقعد اجاوب، لا اجيبك عندي تسالني اقول لك خلاص استر عليك انت اخذت الجواب الان. اوكي تم التحقق، هذا اول زبون ماجد تفضل. السلام عليكم، سالني سؤال. عليكم السلام، بسالك سؤال. تفضل. تنزيلك في اليوتيوب شوي ثقيل، وش السبب؟ طيب زي ما انت شايف اخوي ماجد، الاسباب متعدده. واحد، انا ما احب احل بسلسله، هذا شيء انا ما اقوله في اليوتيوب، بس انه ما احب امسك شيء واقعد انزل نفس ما هو، احب انوع واحاول انوع، هذا شيء اخرني. الشيء الثاني زي ما انت شايف قناه فالكم ما شاء الله شغالين بمقاطع حلوه، وشغالين زي ما تقول بشكل شبه اسبوعي، فبرضه هذا الشيء يعني خليني اركز هنا واركز هنا. فبرضه يعني الطاري هذا ما قصر، ما جاب موضوع طاري قناه الفريق، موجود رابط قناه فالكون تحت، خشوا اشتركوا. رايك بالله؟ نعم، شكرا، اديتني شاتات حلو. جواب جميل صح؟ جدا. الله يسعدك. اجل اللي بعده. السلام عليكم، اسالني سؤال. ايوه، قد مثلا وانت تلعب كسرت كوب ولا شيء؟ انا وانا العب كسرت مكيف، كسرت ماوس، كسرت خربت اكثر من كيبورد. يب، هذه الاشياء اللي سويتها للاسف. طيب شكرا يا حبيبي. عفوا، خلينا نسحب عمك. السلام عليكم. سماعي يبك سماع. هلا هلا والله. سؤالي، كم عدد الاسنان حول الكعبه قبل الاسنان؟ طيب بسالك سؤال ويقول لي انت عارف الرقم؟ ايوه. طيب شوف، حلو عشان تقول لي اذا انا غلطان ولا لا. ما ادري ليه بس احس 113. خطا. كم؟ 360. 360 يعني في ثلاثة في الموضوع، هذا اللي أذكره أنا. السلام عليكم. عليكم السلام. يا مرحبا، تفضل اسألني سؤال. تمام الحمد لله. سؤالي، كم مرة دعست خويك أحمد وهو كم مرة جلدك؟ قصدك أخوي أحمد؟ إيه. في إيش بالضبط دعسته؟ يعني مثلا لعبت فيفا وفزت عليه. أحمد ما قد فزت عليه من 2016. أمه. إي والله. للأسف، لكن ان شاء الله اني اتدرب وادعس في يوم من الايام. طيب ممكن اقول حاجه؟ تفضل قول. اديتور، حط سوي حركه المسدس هذيك تطلع من ورا محمد. اوكي. اخذها مني حطها. السلام عليكم ابو عابد. حياك الله. عليكم السلام. انا بخش على طول، يعني ليش ظلمتني في مقطع تحدي الضحك؟ نار، اذا ضحكتني اعطيك 10 دولار على طول. نبدا بالاتهامات الحين. طيب اسمع، قول نكتتك الان، اذا ضحكتني ابشر بالجائزه. طيب. يلا. يقول لك في داعش يفتح قناة في اليوتيوب ليه؟ عشان تفجير لايكات؟ لا يرحم أمك، لا يرحم أمك. يا أخي أنا أقسم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل اسألني سؤال. وفي سؤالين يعني اختار واحد منهم. بختار الثاني. وكل من نفس السؤال، ما هي مشكلة. متى تنزل لعبة رعب؟ لأن المتابعين يحبون يشوفونك تخاف وتكسر الطوارئ، فنبغى لعبة رعب جديدة. طيب أبشر بلعبة رعب جديدة وتكون VR. إيش رأيك؟ والله فكرة بطلة. واقع افتراضي عشان اخاف من جد اخاف. بس يعني نبغى تكون في طاولة قدام عشان نشوف المايك، عشان كمان نكسر الطاولة يعني. ابشر، المقطع ان شاء الله في الايام الجاية راح يكون مقطع رعب VR. ايش رايك؟ تمام والله، خطة حلو. جيدة جدا. حبيبي حبيبي الله يسعدك. اتحسيت ان لي كذا اللي تجيني ابشر يجيك. نسحب علي. علي ايش تبغى؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل اخوي اسالني. اسمع سؤال يا طويل العمر، وش المادة المظلمة؟ والله شوف، أنا بقول لك حاجة صراحة، هذه مادة فلسفية طلعوا فيها الأجانب. لإنكار. أبي جواب أنا. إيه، لإنكار فكرة حنا نعرفها المسلمين، وهو الخالق عز وجل، صح ولا لا؟ صحيح. أيوة صحيح. لأنه كل ما وصلوا إلى نقطة ما يعرفون تفسيرها وما يعرفون، ويبغون ينكرون فكرة أنه الله عز وجل خلق هذه الأشياء اللي هم حنا والكوكب والكون والأشياء ذي، جاءوا وش سووا؟ دفوها في المادة المظلمة، صح؟ صحيح. هذا الجواب بالكفاية، يعني يمكن يطلعون بعدين بنظريات جديدة ما ندري، وللآن هي تبقى نظرية. خلاص يعطيك العافية. الله يعافيك يا حبيبي، شكرا لك. يا هلا يا ولد. أنا إنسان ما شاء الله علي، الله لا يضرني، الله لا يضرني. وجانا علي ثاني، تعالي علي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. يا مرحبا علي. اللي قبلك علي سأل سؤال جميل، تفضل الآن اسألني. أسوأ موقف مر عليك، شاطح كذا ولا غريب؟ طيب يلا بقول لك موقف صار لي أنا. في مرة من المرات انعزمت
عزيمة ورحت حضرت بدل أبوي. حلو؟ حلو. ومن الربشة دخلت وأنا أسلم على الناس في المجلس، لاحظت بعدين اني دعست على الفناجيل حقهم، دعست على التمر، دعست ولا اللي داري ولا ايش السالفه اللي صايره تحت الجولي، بس من الربشه صراحه. اي نعم، استغفر الله يغفر لي. يعني كبيت القهوه والتمر الصحن كبيته، الله المستعان. هذا واحد من اكثر المواقف المحرجه يا اخي. المشكله ما شاء الله تبارك الله لهم هيبه، انا خفت ورايح بدال ابوي والله المستعان. من وقتها ترى ما عاد راح العيد وبعد النجاح، ترى ما قد قلت الحين ابوي يشوفها في اليوتيوب. ابوي ناس محمد ابغاك تنصحني مسلسل غير ذا فريندز مع انك تحبه، لكن انا ما مو توجه الضحك وزي كذا. يا انا 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 احب ذا اوفيس. انا بعطيك ثلاث مسلسلات: ذا اوفيس، بارك اند ريكريشن، بروكلين 99. اول شيء ذا اوفيس لازم اتابع. اي لازم، معليش لازم. طيب فيها ضحك ولا اغلب ضحك؟ لا 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 لا, لا. الضحكه انت بتفهم اذا قال نكته ولا لا، ما بيجيب لك ناس يضحكون على راسك. اوكي حلو حلو, حلو. الله يسعدك. الله يعطيك العافيه. يا هلا. السلام عليكم. السلام عليكم. يا هلا. وعليكم السلام، تفضل اسألني سؤال. ايش الايجابيات والسلبيات من انك تكون يوتيوبر؟ اوه يا السؤال، سؤالك جميل مرة. طيب شوف، بتفلسف عادي؟ تفضل. نعم. طيب شوف، ايجابيات من انك تكون مشهور، يكون عندك مصادر رزق كويسة، شيء تقدر تبني فيه بيت، يعني زي ما تقول اشياء كذا كويسة. حلو، ما موضحت مرة. بس الاشياء السلبية انعدام الخصوصية. يعني تخيل الحين، ايش اسمك؟ انا عارف بهمز مكتوب هنا. بمهز. بمهز اسمك بمهز. طيب تخيل يا بمهز، انا بقول لك حاجة. تخيل يوم من الايام تطلع وانت ما نمت نومة تمام وكذا زاقة معك، وتروح تاخذ لك قهوة، يجونك ناس كذا في المقهى يبغونك مرة تكون متحمس زي في اليوتيوب وتصور مقاطع وكذا، السلام عليكم مدري ايش وذا، وتصور معهم. في مرات يكون يعني انت بنفسك ما انت طايق نفسك، بس الجميع مرحب. اي واحد اللي يشوفني بالشارع حياك الله، تعال وسلم وكل حاجه. بس فاهم الشعور اللي ابغى اوصله لك؟ يفهم. اي نعم. فهذه الايجابيات والسلبيات. الو السلام عليكم، تفضل سألني سؤال. طيب متى رحله المكسيك؟ رحله المكسيك باذن الله اذا وصلت 2 مليون مشترك. شباب لا تنسون الاشتراك والسبسكرايب. امزح مو 2 مليون مشترك، لكن باذن الله بسافر، بس ما ادري متى، لكني اخذها مني انا راح اسافر. مليونين ان شاء الله. مليونين ما يمديني اطلع ايش يسمونها هذه، فيزا ما ادري، تاشيره ما ادري ايش اسمها حق السفر. يا رجل انت وصل مليونين ويكون خير بعدها. طيب تمام، يلا السلام عليكم. السلام عليكم زيرو. وعليكم السلام. يا هلا، تفضل سألني سؤالك. متى بتسوي مرج؟ اوه حلو، جميل سؤالك. طيب انا اقول لك شيء. ايه. انا من سنتين اتوقع وسنه عليه وانا جالس اجهز مرج، فبينزل لك الستوري. اي والله ما شاء الله. اي انا ترى 2 ستيبز هيد، لازم تعرف. نايس. الميرش نازل ما عليك، ميرش واشياء زياده كذا، حركات بركات. بتشتري اذا نزل الميرش؟ اكيد بشتري. والله؟ اي والله. تمام، اسطوره. طب عادي سؤال ثاني اذا ما عندك مانع. اي تفضل. هو من خويي يقول لي اياه. يلا. يقول لك فناف عمتك. فناف وش؟ او ماي جاد، اللعبه ذيك. ام سوري والله. هو يقول لي والله اشوف انا لو اقدر اعطي خويك بلوك انا اعطيته. شوف هذا متى تسحبني ان شاء الله من اول. السلام عليكم. المعذرة ما سحبناك. لا ما عليه بس ما بغيت. يا والله معليش، انت شايف السرعة، والله اني اسحب وغصب الحق. الله يسعد. الحين انا عندي سؤال، ما ادري اذا انت جاك هذا السؤال وجاوبت عليه ولا لا، لكن هذا السؤال ابغاك تشبع فضولي بس. طيب الحين ليش سموك المكسيكي؟ ليش ما سموك باي دولة ثانية؟ ليش بالضبط المكسيكي؟ طيب هو سألني واحد السؤال، لكن جوابي لك بيكون لانه في براء في مقطع مقاطعة في حق فورتنايت كان يطقطق علي عشان الشنب وعشان لون، عشان يعني الشكل انا كذا فيه شبه من المكسيك، المكسيكان معليش، فسموني المكسيكي على طول. طق ولصق فيني. طيب شوف، اسحبني هنا راحتك وطلعني. بس حاب اقول لك، بس اوصل لك نقطة طلعت في المقطع بس. تكفى. تم الموضوع عند الاندثار. تم. تكفى الله يسعدك يا ليدتر. تكفى الله يوفقك. طلعني. تكفى. السلام عليكم، تفضل اسألني سؤال. السلام عليكم. هلا. اسمع بسألك سؤال. ايه. كم طولك؟ 163 64 اذا ما خاب ظني. اوه والله احسبك اقصر. اوه لحظة، يعني ذا طويل؟ يعني ذا كينو طويل؟ يا حبي يا اخي الله يسعدك يا شيخ. الله يسعدك يا اخي، والله اني انفرحت. ها؟ عادي بتتكلم. ضعت. بس الله يسعدك. السلام عليكم، اسألني سؤال. وعليكم السلام ورحمة الله. بيبسي ولا الكولا؟ اللي يسوي لي اعلان. طيب برجر ولا بيتزا؟
برضو اللي يسوي لي اعلان. انا بايع ذمتي انا ما عندي مشكله. وجبه بندريتا ولا وجبه المكسيكي؟ وجبه بندريتا لان هي اللي نزلت. بس يا برجرايز انت تبغى وجبه مكسيكي؟ انا ما عندي مشكله صح ولا لا؟ هل راح تشتريها؟ اشتري امها. يا سلام هذا واحد من الشباب. خلص المخزون حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا. تمام ايش الاخبار؟ الحمد لله بخير. يا هلا يا هلا. يا هلا والله. سألني سؤال. سؤالي هو من اكثر واحد تكرهه او مو تكرهه ما تطيقه في كلان فالكونز؟ بندريت اكس. اما بندريت هذا الانسان انا ما اطيقه. اخ يا بندر معوض معوض. امزح امزح والله انا ايش I have no enemies. السلام عليكم. السلام عليكم. يا هلا والله تفضل سألني سؤال. درست على الامتحان؟ ما عندي اختبارات انا. او نتسأل المتابع. يلا السؤال الاول. يلا. ما الخاصية التي تعمل على انتقال الاشارة الضوئية في الالياف البصري؟ السلام عليكم. تفضل اخوي. السلام عليكم. يا هلا. هل انت بايع مخدرات؟ لا. هل أوكي انت شكرا. مباحث؟ لا. ها خلاص. اوكي. ايش بي يا اخي سبحان الله كذا يجيك واحد شاطح من اي مكان يجيك واحد شاطح الزبده. اتمنى الفيديو عجبكم. وصلنا نهايه الفيديو. اخذت اكثر من 100 سؤال والله ما ادري كثير. قد لي ساعه ونص حرفيا اخذ اسئله واجاوب. فاتمنى الفيديو عجبكم. لا تنسون لايك اشتراك. قربنا ترون مره من 100,000. اللي يشترك شوف الفيديو وانت مشترك دق باشتراك. قربنا 100,000. قربنا 2,000,000. باقي 100,000 بس. فبس اتمنى الفيديو عجبكم ونراكم لاحقا. سلسلة ماينكرافت ترى ما انتهت. ما حد جاني للحين. فتحت محل وتنتظر زباين.